عين المصمم الفرنسي جان بول غوتي البالغ من العمر 69 عاماً أميناً لمعرض سينيمود الذي سيقام في باريس هذا الأسبوع. ويفتتح المعرض يوم الأربعاء في السينماتيك الفرنسية، ويتناول المعرض موضوع تحرر المرأة من خلال صور وأزياء ومقتطفات من أفلام سينمائية. إنها مغامرة جديدة، مزيج بين شيئين مختلفين ومتشابهين في الوقت نفسه، وهما الأزياء والسينما، وهذا ما تأسست عليه. في النهاية أنا عملت في مجال الأزياء لارتباطها بالسينما، بعد ذلك ألهمتني السينما كثيراً وعملت فيها. يتضمن المعرض مواد تتعلق بعدد من النجمات العالميات، أبرزهن مارلين مونرو وبريجيت باردو.